ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، وأهلا بيكم ورمضان كريم علينا وعليكم. لو أنت بقى حابب تتابع الفيديو اضغط لايك ودوس علامة الاشتراك وكمل، بس مش للآخر. أما لو أنت مش بتحب الملخصات وعايز الحلقة الأصلية فمكانها مش عندنا. والبداية بنشوف صابر وبنشوف عربية الترحيلات اللي غالبا فيها هبة أخته، وبنشوفه وهو رايح عند مجمع المحاكم ومعاه خالته علشان يحضروا محاكمة هبة، وبيظهر وليد وبيختفي، وبتحضر منال وعبد الرازق، وفي شخصية كده منقبة ما نعرفش هي راجل ولا ست، وكمان حسن بيوصل. وبعد كده بنشوف واحد غريب شكله مريب اسمه الدكتور سميح، وبيقابل حد من أتباعه وبينحنيله لأن واضح إن هو الكبير بتاعهم، واضح كده إنهم الاتنين من الجن. وبيدخل المحكمة وكله بيعظم له، وصابر لما شافه حسه إنه مش إنسان وفضل قاعد قلقان. أما بقى هبة داخلة مع الأمن والأنظار كلها عليها، وبدأت الجلسة وحضر القضاء، ومع كل ضربة شاكوش من افتتاح الجلسة من القاضي بيحصل شرس، وبتنفجر المحكمة بعد الضربة التالتة، وبتبدأ الحلقة بعد المقدمة المرعبة دي مع المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ونبدأ الأحداث. والبداية بحفلة في مولد الحسين، وصابر موجود هو والدكتور سميح، وزي ما تعودنا إن الحلقة الأولى دايما بدايتها بتكون أغنية جميلة، اسمعوها وهتعجبكم. وبعد الأغنية بنشوف حسن وهو قاعد مع ابنه علي، وبتيجي منال وبتاخد الولد وبيقول لها عايزة تحرميني من الواد دي، ما كانش اتفقنا وقت الطلاق. قالت له ما اقدرش احرمك منه اصل وقت نومه جه. شرفت يا حسن. وبنشوف صابر بعد كده واقف مع الدكتور سميح اللي بيقول له انا اول مرة احضر مولد الحسين بس حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. وبيجي واحد غريب يطلب صابر في موضوع، وبيقول له انا اسمي سعيد ومحتاج مساعدتك، عندنا في البيت في أسوان بنسمع أصوات ورحنا لشيوخ كتير لكن ولاد الحلال دلوني عليك. طلب صابر رقم تليفونه وقال له هبقى أكلمك بعد ما استخير ربنا، لكن الراجل قال له احنا محتاجينك في أسرع وقت. والدكتور سميح كمان قال له ما ينفعش تتأخر على فعل الخير، أنا هبعت السواق بتاعي يوصل الجماعة بتوعك لحد البيت. وبعد كده بنشوف رحاب نازلة من عربيتها ورايحة عند المقابر وبتقرأ الفاتحة لأبوها، لكن بيظهر ديب أسود مرعب وبينبش في الأرض. اتخضت رحاب وبتفوق وتلاقي نفسها في العربية، وبتحكي لخالتها إنها شافت كابوس. أما بقى صابر والدكتور سميح معاه في الطيارة علشان رايحين أسوان، وبيقول له أوعى تنسى تقول دعاء السفر، ربنا يزيد إيمانك يا دكتور. ونزلوا من الطيارة وبيركبوا مركب في النيل، ولما وصلوا البيت بدأ صاحب البيت يحكيله احنا قاعدين في البيت ده من 3 سنين وبنسمع صوت صريخ عيلة صغيرة، بس مش صريخ عادي، صريخ يرعب بيهز قلوبنا، وبنسمع وقتها الصوت احنا كمان، وصابر بيسمعه بنفسه. وبيقول الدكتور سميح لصابر يكونش سحر، وبيسأله صابر عندكم بنات صغيرة؟ قال له لا بناتنا كلهم كبروا ومتجوزين. والصوت ظهر تاني وطلب صابر يدخل البيت بنفسه، وقال له سميح انا هستناك هنا ادخل انت. ولما دخل صابر سمع صوت واحدة بتعيط في قلب البيت، وفضل يمشي علشان يدور على مصدر الصوت، وشاف طفلة واقفة في اوضة في ركن وبتقول له انت جاي تلحقني؟ انا كنت بصرخ وانادي عليك وادعي انك تيجي. قال لها وربنا استجاب لك، ايه بقى اللي حصل لك؟ قالت له مش هنا ده في مكان تاني. ودخل اصحاب البيت وقالوا له هو انت بتكلم مين يا شيخ؟ احنا مفيش حد غيرنا في البيت ده. وكانت البنت واقفة وشكلها خايفة، وبيقول صابر لسعيد هو انت ليه ما قلتليش ان اخوك ياسر كان عنده بنت؟ قال له بس دي ماتت من زمان. قال له صابر ومين اللي قتلها؟ هتعرفوا دلوقتي لما نروح هناك. وبنشوفهم راكبين المركب مع بعض، والبنت ايدها في ايد صابر وتحت عينيها احمر، ما نعرفش هي من الجن ولا روح طيبة. وخدت صابر وطلعت في منطقة عشوائية لكن كان كلها ناس. وصلوا عند البيت وفتحوا الباب ودخلت البنت
ودخل معاها صابر وقال لهم خلوكوا هنا. فضلوا ماشيين جوه البيت، وصابر كان ماشي في حذر لحد ما وصلت البنت الأوضة ووقفت تبص على الأرض في مكان معين. وقف صابر في نفس المكان ده وقال لها انت مدفونة هنا؟ قالت له أيوة هنا تحت. وأول ما نزل صابر ابتسمت البنت وعينيها اسودت، ولما رفع وشه وبصلها وشافها في حالتها المرعبة دي اختفت، والمكان اتغير واتقفل. وفضل صابر يدور على مخرج لنفسه ملقاش، وفضل ينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكن لا مجيب. وشاف العلامة اللي في ايديه نورت وطلعت نار على علامة على الأرض، وبنشوف صابر طاير في الهوا وبيسند بإيديه على الأرض والعلامة بتصب النار وبتتغير شكلها، وفجأة الأرض بتتشق بعد ما صابر طار وخبط في الجدار، وبيخرج جن من تحت الأرض وبيقول له شكرا يا صابر وبيمشي. ووقتها الباب بيظهر في الأوضة وبيخرج صابر هو كمان من البيت، وبكده صابر قدر يحرر جن كان مدفون في الأرض من غير قصد. وبينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكنه مش لاقيهم ولا ليهم أثر، وفضل يلف حوالين المكان مش لاقي ولا إنسان، وكان ده هدفهم إن يجي يحرر لهم الجن بتاعهم. وفضل يلف ويلف كتير مش لاقي أي أثر لأي حد منهم، حتى المركب اللي كانت جابتهم مش لاقيها. وقتها تليفونه بيرن وبيرد على رحاب وبتقوله الدكتور سميح هنا وجاي مخصوص علشان عزمنا على الغدا بكرة. قال لها ازاي ده معايا هنا؟ قالت له ده واقف قدامي اهو، وهو اللي موصلنا بعربيته بعد ما انت مشيت. قال لها سميح هتي هتي، ورد على صابر وبيقول له انت فين وسايبني؟ اسمع انا عامل لكم كلكم عزومة عندي بكرة، ما تتعملش غير للحبايب يا صاحب العلامة يا بركتنا. قال له صابر هو انت مش كنت معايا دلوقتي؟ عمل سميح نفسه مش سامعه وان الشبكة راحت، وفضل يقول الو الو، وقال لرحاب الاشارة عنده فيها حاجة. وفجأة بيبص صابر قدامه وبيلاقي عاصفة رهيبة من الرماد مقابلاه، وفي نفس الوقت بتيجي عند رحاب وسميح وبيقول لهم ادخلوا انتوا جوه، وبيفضل هو واقف بره ومستمتع بالعاصفة اللي جاية، وصابر كمان واقف وبيشوف في خياله حرب بين المسلمين والجن، والجن بينتصر وبيفوق عشان يشوف مركب قدامه وبينادي يا ريس، وقال له أنا كنت جاي مع الحاج سعيد شعبان. قال له صاحب المركب الله يرحمه من زمن الأرض دي كلها مهجورة، انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش بيقرب لها من سنين. استغرب صابر وقال له طب وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له انا كنت بتدارى من العاصفة، تعال اركب معايا وصلك في طريقي. ولما وصله راح البيت عند الحاج سعيد وفضل يخبط على الباب ويقول يا عابد يا سعيد، وبيجي واحد معدي وبيقول له الله يرحمهم دول ماتوا من زمان. قال له طب يا حاج ما كنتوش بتسمعوا أصوات غريبة من البيت ده؟ قال له ده البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيقرب له، ومشي. وبعدها صابر ركب تاكسي والسواق بيكلمه عن العاصفة اللي حصلت وبيقوله لو عايزني أروحك أحسن من الطيارة. قال له صابر ربنا يسترها. وبنشوفه بعدها في الطيارة والجن اللي كان خرجه من الأرض جاله على شكل المضيف وقال له من فضلك اربط الحزام. اتخض صابر ووقف في وشه لكنه رجع لهيئته من تاني، قعد مكانه وشافه قاعد وسط الركاب وكمان بينادي عليه، وشافه لابس كابتن الطيارة وكل شوية يشوفه في مكان. وبعدها بنشوف محرك الطيارة بيشتعل والناس بتصوت وتصرخ، وصابر نفسه خاف وبدأ يكح، والطيارة بتنزل وخلاص مفيش مفر لحد ما وقعت في المية. وبتخلص الحلقة على كده، وفي الحلقة الجاية بعد شوية قبل ما تتسحروا هنعرف ايه مصير الطيارة والركاب اللي فيها. لايك بقى للفيديو والسلام ختام.
ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، وأهلا بيكم ورمضان كريم علينا وعليكم. لو انت بقى حابب تتابع الفيديو اضغط لايك ودوس علامة الاشتراك وكمل، بس مش للآخر. أما لو انت مش بتحب الملخصات وعايز الحلقة الأصلية فمكانها مش عندنا. والبداية بنشوف صابر وبنشوف عربية الترحيلات اللي غالبا فيها هبة أخته، وبنشوفه وهو رايح عند مجمع المحاكم ومعاه خالته علشان يحضروا محاكمة هبة، وبيظهر وليد وبيختفي، وبتحضر منال وعبد الرازق، وفي شخصية كده منقبة ما نعرفش هي راجل ولا ست، وكمان حسن بيوصل. وبعد كده بنشوف واحد غريب شكله مريب اسمه الدكتور سميح، وبيقابل حد من أتباعه وبينحنيله لأنه واضح إن هو الكبير بتاعهم، واضح كده إنهم الاتنين من الجن. وبيدخل المحكمة وكله بيعظم له، وصابر لما شافه حسه إنه مش إنسان وفضل قاعد قلقان. أما بقى هبة داخلة مع الأمن والأنظار كلها عليها، وبدأت الجلسة وحضر القضاء، ومع كل ضربة شاكوش من افتتاح الجلسة من القاضي بيحصل شرذ، وبتنفجر المحكمة بعد الضربة التالتة. وبتبدأ الحلقة بعد المقدمة المرعبة دي مع المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ونبدأ الأحداث. والبداية بحفلة في مولد الحسين، وصابر موجود هو والدكتور سميح. وزي ما تعودنا إن الحلقة الأولى دايما بدايتها بتكون أغنية جميلة، اسمعوها وهتعجبكم. وبعد الأغنية بنشوف حسن وهو قاعد مع ابنه علي، وبتيجي منال وبتاخد الولد وبيقول لها عايزة تحرميني من الواد دي، ما كانش اتفقنا وقت الطلاق. قالت له ما اقدرش احرمك منه اصل وقت نومه جه. شرفت يا حسن. وبنشوف صابر بعد كده واقف مع الدكتور سميح اللي بيقول له انا اول مرة احضر مولد الحسين بس حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. وبيجي واحد غريب يطلب صابر في موضوع، وبيقول له انا اسمي سعيد ومحتاج مساعدتك، عندنا في البيت في أسوان بنسمع أصوات ورحنا لشيوخ كتير لكن ولاد الحلال دلوني عليك. طلب صابر رقم تليفونه وقال له هبقى أكلمك بعد ما استخير ربنا، لكن الراجل قال له احنا محتاجينك في أسرع وقت. والدكتور سميح كمان قال له ما ينفعش تتأخر على فعل الخير، أنا هبعت السواق بتاعي يوصل الجماعة بتوعك لحد البيت. وبعد كده بنشوف رحاب نازلة من عربيتها ورايحة عند المقابر وبتقرا الفاتحة لأبوها، لكن بيظهر ديب أسود مرعب وبينبش في الأرض. اتخضت رحاب وبتفوق وتلاقي نفسها في العربية، وبتحكي لخالتها إنها شافت كابوس. أما بقى صابر والدكتور سميح معاه في الطيارة علشان رايحين أسوان، وبيقوله أوعى تنسى تقول دعاء السفر ربنا يزيد إيمانك يا دكتور. ونزلوا من الطيارة وبيركبوا مركب في النيل، ولما وصلوا البيت بدأ صاحب البيت يحكي له احنا قاعدين في البيت ده من 3 سنين وبنسمع صوت صريخ عيلة صغيرة، بس مش صريخ عادي، صريخ يرعب بيهز قلوبنا، وبنسمع وقتها الصوت احنا كمان، وصابر بيسمعه بنفسه. وبيقول الدكتور سميح لصابر يكونش سحر، وبيسأله صابر عندكوا بنات صغيرة؟ قال له لا بناتنا كلهم كبروا ومتجوزين. والصوت ظهر تاني وطلب صابر يدخل البيت بنفسه، وقال له سميح انا هستناك هنا ادخل انت. ولما دخل صابر سمع صوت واحدة بتعيط في قلب البيت، وفضل يمشي علشان يدور على مصدر الصوت، وشاف طفلة واقفة في اوضة في ركن وبتقول له انت جاي تلحقني انا كنت بصرخ وانادي عليك وادعي انك تيجي. قال لها وربنا استجاب لك، ايه بقى اللي حصل لك؟ قالت له مش هنا ده في مكان تاني. ودخل اصحاب البيت وقالوا له هو انت بتكلم مين يا شيخ؟ احنا مفيش حد غيرنا في البيت ده. وكانت البنت واقفة وشكلها خايفة، وبيقول صابر لسعيد هو انت ليه ما قلتليش ان اخوك ياسر كان عنده بنت؟ قال له بس دي ماتت من زمان. قال له صابر ومين اللي قتلها؟ هتعرفوا دلوقتي لما نروح هناك. وبنشوفهم راكبين المركب مع بعض، والبنت ايدها في ايد صابر وتحت عينيها احمر، ما نعرفش هي من الجن ولا روح طيبة. وخدت صابر وطلعت في منطقة عشوائية لكن كان كلها ناس. وصلوا عند البيت وفتحوا الباب ودخلت البنت
ودخل معاها صابر وقال لهم خلوكوا هنا. فضلوا ماشيين جوه البيت، وصابر كان ماشي في حذر لحد ما وصلت البنت الأوضة ووقفت تبص على الأرض في مكان معين. وقف صابر في نفس المكان ده وقال لها انت مدفونة هنا؟ قالت له أيوة هنا تحت. وأول ما نزل صابر ابتسمت البنت وعينيها اسودت، ولما رفع وشه وبصلها وشافها في حالتها المرعبة دي اختفت، والمكان اتغير واتقفل. وفضل صابر يدور على مخرج لنفسه ملقاش، وفضل ينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكن لا مجيب. وشاف العلامة اللي في ايديه نورت وطلعت نار على علامة على الأرض، وبنشوف صابر طاير في الهوا وبيسند بإيديه على الأرض، والعلامة بتصب النار وبتتغير شكلها، وفجأة الأرض بتتشق بعد ما صابر طار وخبط في الجدار، وبيخرج جن من تحت الأرض وبيقول له شكرا يا صابر وبيمشي. ووقتها الباب بيظهر في الأوضة وبيخرج صابر هو كمان من البيت، وبكده صابر قدر يحرر جن كان مدفون في الأرض من غير قصد. وبينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكنه مش لاقيهم ولا ليهم أثر، وفضل يلف حوالين المكان مش لاقي ولا إنسان، وكان ده هدفهم إن يجي يحرر لهم الجن بتاعهم. وفضل يلف ويلف كتير مش لاقي أي أثر لأي حد منهم، حتى المركب اللي كانت جابتهم مش لاقيها. وقتها تليفونه بيرن وبيرد على رحاب وبتقوله الدكتور سميح هنا وجاي مخصوص علشان عزمنا على الغدا بكرة. قال لها ازاي ده معايا هنا؟ قالت له ده واقف قدامي اهو، وهو اللي موصلنا بعربيته بعد ما انت مشيت. قال لها سميح هاتيه هاتيه، ورد على صابر وبيقول له انت فين وسايبني؟ اسمع انا عامل لكم كلكم عزومة عندي بكرة، ما تتعملش غير للحبايب يا صاحب العلامة يا بركتنا. قال له صابر هو انت مش كنت معايا دلوقتي؟ عمل سميح نفسه مش سامعه وان الشبكة راحت، وفضل يقول الو الو، وقال لرحاب الاشارة عنده فيها حاجة. وفجأة بيبص صابر قدامه وبيلاقي عاصفة رهيبة من الرماد ما قبلها، وفي نفس الوقت بتيجي عند رحاب وسميح وبيقول لهم ادخلوا انتوا جوه، وبيفضل هو واقف بره ومستمتع بالعاصفة اللي جاية. وصابر كمان واقف وبيشوف في خياله حرب بين المسلمين والجن، والجن بينتصر وبيفوق عشان يشوف مركب قدامه وبينادي يا ريس، وقال له أنا كنت جاي مع الحاج سعيد شعبان. قال له صاحب المركب الله يرحمه من زمن الأرض دي كلها مهجورة، انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش بيقرب لها من سنين. استغرب صابر وقال له طب وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له انا كنت بتدارى من العاصفة، تعال اركب معايا وصلك في طريقي. ولما وصله راح البيت عند الحاج سعيد، وفضل يخبط على الباب ويقول يا عابد يا سعيد، وبيجي واحد معدي وبيقول له الله يرحمهم دول ماتوا من زمان. قال له طب يا حاج ما كنتوش بتسمعوا أصوات غريبة من البيت ده؟ قال له ده البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيقرب له، ومشي. وبعدها صابر ركب تاكسي والسواق بيكلمه عن العاصفة اللي حصلت وبيقول له لو عايزني أروحك أحسن من الطيارة. قال له صابر ربنا يسترها. وبنشوفه بعدها في الطيارة، والجن اللي كان خرجه من الأرض جاله على شكل المضيف وقال له من فضلك اربط الحزام. اتخض صابر ووقف وشه لكنه رجع لهيئته من تاني، قعد مكانه وشافه قاعد وسط الركاب وكمان بينادي عليه، وشافه لابس كابتن الطيارة وكل شوية يشوفه في مكان. وبعدها بنشوف محرك الطيارة بيشتعل والناس بتصوت وتصرخ، وصابر نفسه خاف وبدأ يكح، والطيارة بتنزل وخلاص مفيش مفر لحد ما وقعت في المية. وبتخلص الحلقة على كده، وفي الحلقة الجاية بعد شوية قبل ما تتسحروا هنعرف ايه مصير الطيارة والركاب اللي فيها. لايك بقى للفيديو والسلام ختام. ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع.
أسطورة العودة، وأهلا بيكم ورمضان كريم علينا وعليكم. لو أنت بقى حابب تتابع الفيديو اضغط لايك ودوس علامة الاشتراك وكمل، بس مش للآخر. أما لو أنت مش بتحب الملخصات وعايز الحلقة الأصلية فمكانها مش عندنا. والبداية بنشوف صابر وبنشوف عربية الترحيلات اللي غالبا فيها هبة أخته، وبنشوفه وهو رايح عند مجمع المحاكم ومعاه خالته علشان يحضروا محاكمة هبة، وبيظهر وليد وبيختفي، وبتحضر منال وعبد الرازق، وفي شخصية كده منقبة ما نعرفش هي راجل ولا ست، وكمان حسن بيوصل. وبعد كده بنشوف واحد غريب شكله مريب اسمه الدكتور سميح، وبيقابل حد من أتباعه وبينحنيله لأنه واضح إن هو الكبير بتاعهم، واضح كده إنهم الاتنين من الجن. وبيدخل المحكمة وكله بيعظم له، وصابر لما شافه حسه إنه مش إنسان وفضل قاعد قلقان. أما بقى هبة داخلة مع الأمن والأنظار كلها عليها، وبدأت الجلسة وحضر القضاة، ومع كل ضربة شاكوش من افتتاح الجلسة من القاضي بيحصل شرذ، وبتنفجر المحكمة بعد الضربة التالتة، وبتبدأ الحلقة بعد المقدمة المرعبة دي مع المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ونبدأ الأحداث. والبداية بحفلة في مولد الحسين، وصابر موجود هو والدكتور سميح، وزي ما تعودنا إن الحلقة الأولى دايما بدايتها بتكون أغنية جميلة، اسمعوها وهتعجبكم. وبعد الأغنية بنشوف حسن وهو قاعد مع ابنه علي، وبتيجي منال وبتاخد الولد وبيقول لها عايزة تحرميني من الواد دي ما كانش اتفقنا وقت الطلاق. قالت له ما اقدرش احرمك منه اصل وقت نومه جه. شرفت يا حسن. وبنشوف صابر بعد كده واقف مع الدكتور سميح اللي بيقول له انا اول مرة احضر مولد للحسين بس حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. وبيجي واحد غريب يطلب صابر في موضوع، وبيقول له انا اسمي سعيد ومحتاج مساعدتك، عندنا في البيت في أسوان بنسمع أصوات ورحنا لشيوخ كتير لكن ولاد الحلال دلوني عليك. طلب صابر رقم تليفونه وقال له هبقى أكلمك بعد ما استخير ربنا، لكن الراجل قال له احنا محتاجينك في أسرع وقت. والدكتور سميح كمان قال له ما ينفعش تتأخر على فعل الخير، أنا هبعت السواق بتاعي يوصل الجماعة بتوعك لحد البيت. وبعد كده بنشوف رحاب نازلة من عربيتها ورايحة عند المقابر وبتقرأ الفاتحة لأبوها، لكن بيظهر ديب أسود مرعب وبينبش في الأرض. اتخضت رحاب وبتفوق وتلاقي نفسها في العربية، وبتحكي لخالتها إنها شافت كابوس. أما بقى صابر والدكتور سميح معاه في الطيارة علشان رايحين أسوان، وبيقول له أوعى تنسى تقول دعاء السفر، ربنا يزيد إيمانك يا دكتور. ونزلوا من الطيارة وبيركبوا مركب في النيل، ولما وصلوا البيت بدأ صاحب البيت يحكيله احنا قاعدين في البيت ده من 3 سنين وبنسمع صوت صريخ عيلة صغيرة، بس مش صريخ عادي، صريخ يرعب بيهز قلوبنا، وبنسمع وقتها الصوت احنا كمان، وصابر بيسمعه بنفسه. وبيقول الدكتور سميح لصابر يكونش سحر، وبيسأله صابر عندكوا بنات صغيرة؟ قال له لأ بناتنا كلهم كبروا ومتجوزين. والصوت ظهر تاني وطلب صابر يدخل البيت بنفسه، وقال له سميح أنا هستناك هنا ادخل انت. ولما دخل صابر سمع صوت واحدة بتعيط في قلب البيت، وفضل يمشي علشان يدور على مصدر الصوت، وشاف طفلة واقفة في أوضة في ركن وبتقول له انت جاي تلحقني؟ أنا كنت بصرخ وانادي عليك وادعي انك تيجي. قال لها وربنا استجاب لك، ايه بقى اللي حصل لك؟ قالت له مش هنا ده في مكان تاني. ودخل اصحاب البيت وقالوا له هو انت بتكلم مين يا شيخ؟ احنا مفيش حد غيرنا في البيت ده. وكانت البنت واقفة وشكلها خايفة، وبيقول صابر لسعيد هو انت ليه ما قلتليش ان اخوك ياسر كان عنده بنت؟ قال له بس دي ماتت من زمان. قال له صابر ومين اللي قتلها؟ هتعرفوا دلوقتي لما نروح هناك. وبنشوفهم راكبين المركب مع بعض، والبنت ايدها في ايد صابر وتحت عينيها احمر، ما نعرفش هي من الجن ولا روح طيبة. وخدت صابر وطلعت في منطقة عشوائية لكن كان كلها ناس. وصلوا عند البيت وفتحوا الباب ودخلت البنت، ودخل معها صابر وقال لهم خلوكوا هنا،
فضلوا ماشيين جوه البيت، وصابر كان ماشي في حذر لحد ما وصلت البنت الأوضة ووقفت تبص على الأرض في مكان معين. وقف صابر في نفس المكان ده وقال لها: انت مدفونة هنا؟ قالت له: ايوه هنا تحت. وأول ما نزل صابر ابتسمت البنت وعينيها اسودت، ولما رفع وشه وبصلها وشافها في حالتها المرعبة دي اختفت، والمكان اتغير واتقفل. وفضل صابر يدور على مخرج لنفسه ملقاش، وفضل ينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكن لا مجيب. وشاف العلامة اللي في ايديه نورت وطلعت نار على علامة على الأرض، وبنشوف صابر طاير في الهوا وبيسند بإيديه على الأرض، والعلامة بتصب النار وبتتغير شكلها، وفجأة الأرض بتتشق بعد ما صابر طار وخبط في الجدار، وبيخرج جن من تحت الأرض وبيقول له: شكرا يا صابر، وبيمشي. ووقتها الباب بيظهر في الأوضة وبيخرج صابر هو كمان من البيت، وبكده صابر قدر يحرر جن كان مدفون في الأرض من غير قصد. وبينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكنه مش لاقيهم ولا ليهم أثر، وفضل يلف حوالين المكان مش لاقي ولا إنسان، وكان ده هدفهم إن يجي يحرر لهم الجن بتاعهم. وفضل يلف ويلف كتير مش لاقي أي أثر لأي حد منهم، حتى المركب اللي كانت جابتهم مش لاقيها. وقتها تليفونه بيرن وبيرد على رحاب وبتقوله: الدكتور سميح هنا وجاي مخصوص علشان عزمنا على الغدا بكرة. قال لها: ازاي ده معايا هنا؟ قالت له: ده واقف قدامي اهو، وهو اللي موصلنا بعربيته بعد ما انت مشيت. قال لها سميح: هاتي هاتي. ورد على صابر وبيقول له: انت فين وسايبني؟ اسمع، انا عامل لكم كلكم عزومة عندي بكرة، ما تتعملش غير للحبايب يا صاحب العلامة يا بركتنا. قال له صابر: هو انت مش كنت معايا دلوقتي؟ عمل سميح نفسه مش سامعه وان الشبكة راحت، وفضل يقول: الو الو. وقال لرحاب: الاشارة عنده فيها حاجة. وفجأة بيبص صابر قدامه وبيلاقي عاصفة رهيبة من الرماد ما قبلاه، وفي نفس الوقت بتيجي عند رحاب وسميح وبيقول لهم: ادخلوا انتوا جوه. وبيفضل هو واقف بره ومستمتع بالعاصفة اللي جاية، وصابر كمان واقف وبيشوف في خياله حرب بين المسلمين والجن، والجن بينتصر وبيفوق عشان يشوف مركب قدامه وبينادي: يا ريس. وقال له: انا كنت جاي مع الحاج سعيد شعبان. قال له صاحب المركب: الله يرحمه من زمن، الارض دي كلها مهجورة، انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش بيقرب لها من سنين. استغرب صابر وقال له: طب وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له: انا كنت بتدارى من العاصفة، تعال اركب معايا وصلك في طريقي. ولما وصله راح البيت عند الحاج سعيد، وفضل يخبط على الباب ويقول: يا عابد يا سعيد. وبيجي واحد معدي وبيقول له: الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان. قال له: طب يا حاج، ما كنتوش بتسمعوا أصوات غريبة من البيت ده؟ قال له: ده البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيقرب له. ومشي. وبعدها صابر ركب تاكسي والسواق بيكلمه عن العاصفة اللي حصلت وبيقوله: لو عايزني أروحك أحسن من الطيارة. قال له صابر: ربنا يسترها. وبنشوفه بعدها في الطيارة، والجن اللي كان خرجه من الأرض جاله على شكل المضيف وقال له: من فضلك اربط الحزام. اتخض صابر ووقف في وشه لكنه رجع لهيئته من تاني، قعد مكانه وشافه قاعد وسط الركاب وكمان بينادي عليه، وشافه لابس كابتن الطيارة وكل شوية يشوفه في مكان. وبعدها بنشوف محرك الطيارة بيشتعل والناس بتصوت وتصرخ، وصابر نفسه خاف وبدأ يكح، والطيارة بتنزل وخلاص مفيش مفر لحد ما وقعت في المية. وبتخلص الحلقة على كده، وفي الحلقة الجاية بعد شوية قبل ما تتسحروا هنعرف ايه مصير الطيارة والركاب اللي فيها. لايك بقى للفيديو والسلام ختام. ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة.
واهلا بيكم ورمضان كريم علينا وعليكم. لو انت بقى حابب تتابع الفيديو اضغط لايك ودوس علامة الاشتراك وكمل، بس مش للاخر. اما لو انت مش بتحب الملخصات وعايز الحلقة الاصلية فمكانها مش عندنا. والبداية بنشوف صابر وبنشوف عربية الترحيلات اللي غالبا فيها هبة اخته، وبنشوفه وهو رايح عند مجمع المحاكم ومعاه خالته علشان يحضروا محاكمة هبة، وبيظهر وليد وبيختفي، وبتحضر منال وعبد الرازق، وفي شخصية كده منقبة ما نعرفش هي راجل ولا ست، وكمان حسن بيوصل. وبعد كده بنشوف واحد غريب شكله مريب اسمه الدكتور سميح، وبيقابل حد من أتباعه وبينحنيله لأن واضح إن هو الكبير بتاعهم، واضح كده إنهم الاتنين من الجن. وبيدخل المحكمة وكله بيعظمله، وصابر لما شافه حسه إنه مش إنسان وفضل قاعد قلقان. أما بقى هبة داخلة مع الأمن والأنظار كلها عليها، وبدأت الجلسة وحضر القضاة، ومع كل ضربة شاكوش من افتتاح الجلسة من القاضي بيحصل شرذ، وبتنفجر المحكمة بعد الضربة التالتة، وبتبدأ الحلقة بعد المقدمة المرعبة دي مع المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ونبدأ الأحداث. والبداية بحفلة في مولد الحسين، وصابر موجود هو والدكتور سميح، وزي ما تعودنا إن الحلقة الأولى دايما بدايتها بتكون أغنية جميلة، اسمعوها وهتعجبكوا. وبعد الأغنية بنشوف حسن وهو قاعد مع ابنه علي، وبتيجي منال وبتاخد الولد وبيقول لها عايزة تحرميني من الواد دي، ما كانش اتفقنا وقت الطلاق. قالت له ما أقدرش أحرمك منه أصل وقت نومه جه. شرفت يا حسن. وبنشوف صابر بعد كده واقف مع الدكتور سميح اللي بيقوله أنا أول مرة أحضر مولد الحسين بس حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. وبيجي واحد غريب يطلب صابر في موضوع، وبيقوله أنا اسمي سعيد ومحتاج مساعدتك، عندنا في البيت في أسوان بنسمع أصوات ورحنا لشيوخ كتير لكن ولاد الحلال دلوني عليك. طلب صابر رقم تليفونه وقال له هبقى أكلمك بعد ما استخير ربنا، لكن الراجل قال له احنا محتاجينك في أسرع وقت. والدكتور سميح كمان قال له ما ينفعش تتأخر على فعل الخير، أنا هبعت السواق بتاعي يوصل الجماعة بتوعك لحد البيت. وبعد كده بنشوف رحاب نازلة من عربيتها ورايحة عند المقابر وبتقرا الفاتحة لأبوها، لكن بيظهر ديب أسود مرعب وبينبش في الأرض. اتخضت رحاب وبتفوق وتلاقي نفسها في العربية، وبتحكي لخالتها إنها شافت كابوس. أما بقى صابر والدكتور سميح معاه في الطيارة علشان رايحين أسوان، وبيقول له أوعى تنسى تقول دعاء السفر، ربنا يزيد إيمانك يا دكتور. ونزلوا من الطيارة وبيركبوا مركب في النيل، ولما وصلوا البيت بدأ صاحب البيت يحكي له إحنا قاعدين في البيت ده من 3 سنين وبنسمع صوت صريخ عيلة صغيرة، بس مش صريخ عادي، صريخ يرعب بيهز قلوبنا، وبنسمع وقتها الصوت إحنا كمان، وصابر بيسمعه بنفسه. وبيقول الدكتور سميح لصابر يكونش سحر، وبيسأله صابر عندكوا بنات صغيرة؟ قال له لا بناتنا كلهم كبروا ومتجوزين. والصوت ظهر تاني وطلب صابر يدخل البيت بنفسه، وقال له سميح انا هستناك هنا ادخل انت. ولما دخل صابر سمع صوت واحدة بتعيط في قلب البيت، وفضل يمشي علشان يدور على مصدر الصوت، وشاف طفلة واقفة في أوضة في ركن وبتقول له انت جاي تلحقني؟ انا كنت بصرخ وانادي عليك وادعي انك تيجي. قال لها وربنا استجاب لك، ايه بقى اللي حصل لك؟ قالت له مش هنا ده في مكان تاني. ودخل اصحاب البيت وقالوا له هو انت بتكلم مين يا شيخ؟ احنا مفيش حد غيرنا في البيت ده. وكانت البنت واقفة وشكلها خايفة، وبيقول صابر لسعيد هو انت ليه ما قلتليش ان اخوك ياسر كان عنده بنت؟ قال له بس دي ماتت من زمان. قال له صابر ومين اللي قتلها؟ هتعرفوا دلوقتي لما نروح هناك. وبنشوفهم راكبين المركب مع بعض، والبنت ايدها في ايد صابر وتحت عينيها احمر، ما نعرفش هي من الجن ولا روح طيبة. وخدت صابر وطلعت في منطقة عشوائية لكن كان كلها ناس. وصلوا عند البيت وفتحوا الباب ودخلت البنت، ودخل معها صابر وقال لهم خلوكوا هنا. فضلوا ماشيين جوه البيت
وصابر كان ماشي في حذر لحد ما وصلت البنت الأوضة، وقفت تبص على الأرض في مكان معين. وقف صابر في نفس المكان ده وقال لها: انت مدفونة هنا؟ قالت له: أيوة هنا تحت. وأول ما نزل صابر ابتسمت البنت وعينيها اسودت، ولما رفع وشه وبصلها وشافها في حالتها المرعبة دي اختفت، والمكان اتغير واتقفل. وفضل صابر يدور على مخرج لنفسه ملقاش، وفضل ينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكن لا مجيب. وشاف العلامة اللي في ايديه نورت وطلعت نار على علامة على الأرض، وبنشوف صابر طاير في الهوا وبيسند بإيديه على الأرض، والعلامة بتصب النار وبتتغير شكلها، وفجأة الأرض بتتشق بعد ما صابر طار وخبط في الجدار، وبيخرج جن من تحت الأرض وبيقول له: شكرا يا صابر، وبيمشي. ووقتها الباب بيظهر في الأوضة وبيخرج صابر هو كمان من البيت، وبكده صابر قدر يحرر جن كان مدفون في الأرض من غير قصد. وبينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكنه مش لاقيهم ولا ليهم أثر، وفضل يلف حوالين المكان مش لاقي ولا إنسان، وكان ده هدفهم إن يجي يحرر لهم الجن بتاعهم. وفضل يلف ويلف كتير مش لاقي أي أثر لأي حد منهم، حتى المركب اللي كانت جابتهم مش لاقيها. وقتها تليفونه بيرن وبيرد على رحاب وبتقوله: الدكتور سميح هنا وجاي مخصوص علشان عزمنا على الغدا بكرة. قال لها: ازاي ده معايا هنا؟ قالت له: ده واقف قدامي اهو، وهو اللي موصلنا بعربيته بعد ما انت مشيت. قال لها سميح: هاتي هاتي. ورد على صابر وبيقوله: انت فين وسايبني؟ اسمع، انا عاملكوا كلكوا عزومة عندي بكرة، ما تتعملش غير للحبايب يا صاحب العلامة يا بركتنا. قال له صابر: هو انت مش كنت معايا دلوقتي؟ عمل سميح نفسه مش سامعه وان الشبكة راحت، وفضل يقول: الو الو. وقال لرحاب: الاشارة عنده فيها حاجة. وفجأة بيبص صابر قدامه وبيلاقي عاصفة رهيبة من الرماد مقابلاه، وفي نفس الوقت بتيجي عند رحاب وسميح وبيقول لهم: ادخلوا انتوا جوه. وبيفضل هو واقف بره ومستمتع بالعاصفة اللي جاية، وصابر كمان واقف وبيشوف في خياله حرب بين المسلمين والجن، والجن بينتصر وبيفوق عشان يشوف مركب قدامه وبينادي: يا ريس. وقال له: انا كنت جاي مع الحاج سعيد شعبان. قال له صاحب المركب: الله يرحمه من زمن، الارض دي كلها مهجورة، انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش بيقرب لها من سنين. استغرب صابر وقال له: طب وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له: انا كنت بتدارى من العاصفة، تعال اركب معايا وصلك في طريقي. ولما وصله راح البيت عند الحاج سعيد، وفضل يخبط على الباب ويقول: يا عابد يا سعيد. وبيجي واحد معدي وبيقول له: الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان. قال له: طب يا حاج، ما كنتوش بتسمعوا أصوات غريبة من البيت ده؟ قال له: ده البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيقرب له. ومشي. وبعدها صابر ركب تاكسي والسواق بيكلمه عن العاصفة اللي حصلت وبيقوله: لو عايزني أروحك أحسن من الطيارة. قال له صابر: ربنا يسترها. وبنشوفه بعدها في الطيارة، والجن اللي كان خرجه من الأرض جاله على شكل المضيف وقال له: من فضلك اربط الحزام. اتخض صابر ووقف في وشه لكنه رجع لهيئته من تاني، قعد مكانه وشافه قاعد وسط الركاب وكمان بينادي عليه، وشافه لابس كابتن الطيارة وكل شوية يشوفه في مكان. وبعدها بنشوف محرك الطيارة بيشتعل والناس بتصوت وتصرخ، وصابر نفسه خاف وبدأ يكح، والطيارة بتنزل وخلاص مفيش مفر لحد ما وقعت في المية. وبتخلص الحلقة على كده، وفي الحلقة الجاية بعد شوية قبل ما تتسحروا هنعرف ايه مصير الطيارة والركاب اللي فيها. لايك بقى للفيديو، والسلام ختام. ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة. وأهلا بيكم ورمضان كريم علينا وعليكم.
لو انت بقى حابب تتابع الفيديو اضغط لايك ودوس علامة الاشتراك وكمل، بس مش للآخر. اما لو انت مش بتحب الملخصات وعايز الحلقة الأصلية فمكانها مش عندنا. والبداية بنشوف صابر وبنشوف عربية الترحيلات اللي غالبا فيها هبة أخته، وبنشوفه وهو رايح عند مجمع المحاكم ومعاه خالته علشان يحضروا محاكمة هبة، وبيظهر وليد وبيختفي، وبتحضر منال وعبد الرازق، وفي شخصية كده منقبة ما نعرفش هي راجل ولا ست، وكمان حسن بيوصل. وبعد كده بنشوف واحد غريب شكله مريب اسمه الدكتور سميح، وبيقابل حد من أتباعه وبينحنيله لأنه واضح إن هو الكبير بتاعهم، واضح كده إنهم الاتنين من الجن. وبيدخل المحكمة وكله بيعظمله، وصابر لما شافه حسه إنه مش إنسان وفضل قاعد قلقان. أما بقى هبة داخلة مع الأمن والأنظار كلها عليها، وبدأت الجلسة وحضر القضاة، ومع كل ضربة شاكوش من افتتاح الجلسة من القاضي بيحصل شرذ، وبتنفجر المحكمة بعد الضربة التالتة، وبتبدأ الحلقة بعد المقدمة المرعبة دي مع المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ونبدأ الأحداث. والبداية بحفلة في مولد الحسين، وصابر موجود هو والدكتور سميح، وزي ما تعودنا إن الحلقة الأولى دايما بدايتها بتكون أغنية جميلة، اسمعوها وهتعجبكم. وبعد الأغنية بنشوف حسن وهو قاعد مع ابنه علي، وبتيجي منال وبتاخد الولد وبيقول لها عايزة تحرميني من الواد دي، ما كانش اتفقنا وقت الطلاق. قالت له ما أقدرش أحرمك منه أصل وقت نومه جه. شرفت يا حسن. وبنشوف صابر بعد كده واقف مع الدكتور سميح اللي بيقوله أنا أول مرة أحضر مولد الحسين بس حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. وبيجي واحد غريب يطلب صابر في موضوع، وبيقوله أنا اسمي سعيد ومحتاج مساعدتك، عندنا في البيت في أسوان بنسمع أصوات ورحنا لشيوخ كتير لكن ولاد الحلال دلوني عليك. طلب صابر رقم تليفونه وقال له هبقى أكلمك بعد ما استخير ربنا، لكن الراجل قال له احنا محتاجينك في أسرع وقت. والدكتور سميح كمان قال له ما ينفعش تتأخر على فعل الخير، أنا هبعت السواق بتاعي يوصل الجماعة بتوعك لحد البيت. وبعد كده بنشوف رحاب نازلة من عربيتها ورايحة عند المقابر وبتقرا الفاتحة لأبوها، لكن بيظهر ديب أسود مرعب وبينبش في الأرض. اتخضت رحاب وبتفوق وتلاقي نفسها في العربية، وبتحكي لخالتها إنها شافت كابوس. أما بقى صابر والدكتور سميح معاه في الطيارة علشان رايحين أسوان، وبيقوله أوعى تنسى تقول دعاء السفر، ربنا يزيد إيمانك يا دكتور. ونزلوا من الطيارة وبيركبوا مركب في النيل، ولما وصلوا البيت بدأ صاحب البيت يحكيله إحنا قاعدين في البيت ده من 3 سنين وبنسمع صوت صريخ عيلة صغيرة، بس مش صريخ عادي، صريخ يرعب بيهز قلوبنا، وبنسمع وقتها الصوت إحنا كمان، وصابر بيسمعه بنفسه. وبيقول الدكتور سميح لصابر يكونش سحر، وبيسأله صابر عندكوا بنات صغيرة؟ قال له لا بناتنا كلهم كبروا ومتجوزين. والصوت ظهر تاني وطلب صابر يدخل البيت بنفسه، وقال له سميح انا هستناك هنا ادخل انت. ولما دخل صابر سمع صوت واحدة بتعيط في قلب البيت، وفضل يمشي علشان يدور على مصدر الصوت، وشاف طفلة واقفة في أوضة في ركن وبتقول له انت جاي تلحقني، انا كنت بصرخ وانادي عليك وادعي انك تيجي. قال لها وربنا استجاب لك، ايه بقى اللي حصل لك؟ قالت له مش هنا ده في مكان تاني. ودخل اصحاب البيت وقالوا له هو انت بتكلم مين يا شيخ؟ احنا مفيش حد غيرنا في البيت ده. وكانت البنت واقفة وشكلها خايفة، وبيقول صابر لسعيد هو انت ليه ما قلتليش ان اخوك ياسر كان عنده بنت؟ قال له بس دي ماتت من زمان. قال له صابر ومين اللي قتلها؟ هتعرفوا دلوقتي لما نروح هناك. وبنشوفهم راكبين المركب مع بعض، والبنت ايدها في ايد صابر وتحت عينيها احمر، ما نعرفش هي من الجن ولا روح طيبة. وخدت صابر وطلعت في منطقة عشوائية لكن كان كلها ناس، وصلوا عند البيت وفتحوا الباب ودخلت البنت، ودخل معاها صابر وقال لهم خلوكوا هنا. فضلوا ماشيين جوه البيت، وصابر كان ماشي في حذر
لحد ما وصلت البنت الأوضة ووقفت تبص على الأرض في مكان معين. وقف صابر في نفس المكان ده وقال لها: انت مدفونة هنا؟ قالت له: أيوة هنا تحت. وأول ما نزل صابر ابتسمت البنت وعينيها اسودت، ولما رفع وشه وبصلها وشافها في حالتها المرعبة دي اختفت، والمكان اتغير واتقفل. وفضل صابر يدور على مخرج لنفسه ملقاش، وفضل ينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكن لا مجيب. وشاف العلامة اللي في ايديه نورت وطلعت نار على علامة على الأرض، وبنشوف صابر طاير في الهوا وبيسند بإيديه على الأرض، والعلامة بتصب النار وبتتغير شكلها، وفجأة الأرض بتتشق بعد ما صابر طار وخبط في الجدار، وبيخرج جن من تحت الأرض وبيقول له: شكرا يا صابر، وبيمشي. ووقتها الباب بيظهر في الأوضة وبيخرج صابر هو كمان من البيت، وبكده صابر قدر يحرر جن كان مدفون في الأرض من غير قصد. وبينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكنه مش لاقيهم ولا ليهم أثر، وفضل يلف حوالين المكان مش لاقي ولا إنسان، وكان ده هدفهم إنه يجي يحرر لهم الجن بتاعهم. وفضل يلف ويلف كتير مش لاقي أي أثر لأي حد منهم، حتى المركب اللي كانت جابتهم مش لاقيها. ووقتها تليفونه بيرن وبيرد على رحاب وبتقوله: الدكتور سميح هنا وجاي مخصوص علشان عزمنا على الغدا بكرة. قال لها: ازاي ده معايا هنا؟ قالت له: ده واقف قدامي اهو، وهو اللي موصلنا بعربيته بعد ما انت مشيت. قال لها سميح: هاتيه هاتيه. ورد على صابر وبيقول له: انت فين وسايبني؟ اسمع، انا عامل لكم كلكم عزومة عندي بكرة، ما تتعملش غير للحبايب يا صاحب العلامة يا بركتنا. قال له صابر: هو انت مش كنت معايا دلوقتي؟ عمل سميح نفسه مش سامعه وان الشبكة راحت، وفضل يقول: الو الو. وقال لرحاب: الاشارة عنده فيها حاجة. وفجأة بيبص صابر قدامه وبيلاقي عاصفة رهيبة من الرماد ما قبلاه، وفي نفس الوقت بتيجي عند رحاب وسميح وبيقول لهم: ادخلوا انتوا جوه. وبيفضل هو واقف بره ومستمتع بالعاصفة اللي جاية، وصابر كمان واقف وبيشوف في خياله حرب بين المسلمين والجن، والجن بينتصر وبيفوق عشان يشوف مركب قدامه وبينادي: يا ريس. وقال له: انا كنت جاي مع الحاج سعيد شعبان. قال له صاحب المركب: الله يرحمه من زمن، الارض دي كلها مهجورة، انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش بيقرب لها من سنين. استغرب صابر وقال له: طب وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له: انا كنت بتدارى من العاصفة، تعال اركب معايا وصلك في طريقي. ولما وصله راح البيت عند الحاج سعيد، وفضل يخبط على الباب ويقول: يا عابد يا سعيد. وبيجي واحد معدي وبيقول له: الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان. قال له: طب يا حاج، ما كنتوش بتسمعوا أصوات غريبة من البيت ده؟ قال له: ده البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيقرب له. ومشي. وبعدها صابر ركب تاكسي والسواق بيكلمه عن العاصفة اللي حصلت وبيقول له: لو عايزني أروحك أحسن من الطيارة. قال له صابر: ربنا يسترها. وبنشوفه بعدها في الطيارة، والجن اللي كان خرجه من الأرض جاله على شكل المضيف وقال له: من فضلك اربط الحزام. اتخض صابر ووقف في وشه لكنه رجع لهيئته من تاني، قعد مكانه وشافه قاعد وسط الركاب وكمان بينادي عليه، وشافه لابس كابتن الطيارة وكل شوية يشوفه في مكان. وبعدها بنشوف محرك الطيارة بيشتعل والناس بتصوت وتصرخ، وصابر نفسه خاف وبدأ يكح، والطيارة بتنزل وخلاص مفيش مفر لحد ما وقعت في المية. وبتخلص الحلقة على كده، وفي الحلقة الجاية بعد شوية قبل ما تتسحروا هنعرف ايه مصير الطيارة والركاب اللي فيها. لايك بقى للفيديو، والسلام ختام. ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة.
واهلا بيكم، ورمضان كريم علينا وعليكم. لو انت بقى حابب تتابع الفيديو اضغط لايك ودوس علامة الاشتراك وكمل، بس مش للاخر. اما لو انت مش بتحب الملخصات وعايز الحلقة الاصلية فمكانها مش عندنا. والبداية بنشوف صابر وبنشوف عربية الترحيلات اللي غالبا فيها هبة اخته، وبنشوفه وهو رايح عند مجمع المحاكم ومعاه خالته علشان يحضروا محاكمة هبة، وبيظهر وليد وبيختفي، وبتحضر منال وعبد الرازق، وفي شخصية كده منقبة ما نعرفش هي راجل ولا ست، وكمان حسن بيوصل. وبعد كده بنشوف واحد غريب شكله مريب اسمه الدكتور سميح، وبيقابل حد من أتباعه وبينحنيله لأنه واضح إن هو الكبير بتاعهم، واضح كده إنهم الاتنين من الجن. وبيدخل المحكمة وكله بيعظم له، وصابر لما شافه حسه إنه مش إنسان وفضل قاعد قلقان. أما بقى هبة داخلة مع الأمن والأنظار كلها عليها، وبدأت الجلسة وحضر القضاة، ومع كل ضربة شاكوش من افتتاح الجلسة من القاضي بيحصل شرذ، وبتنفجر المحكمة بعد الضربة الثالثة، وبتبدأ الحلقة بعد المقدمة المرعبة دي مع المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ونبدأ الأحداث. والبداية بحفلة في مولد الحسين، وصابر موجود هو والدكتور سميح، وزي ما تعودنا إن الحلقة الأولى دايما بدايتها بتكون أغنية جميلة، اسمعوها وهتعجبكوا. وبعد الأغنية بنشوف حسن وهو قاعد مع ابنه علي، وبتيجي منال وبتاخد الولد وبيقول لها عايزة تحرميني من الواد، دي ما كانش اتفقنا وقت الطلاق. قالت له ما أقدرش أحرمك منه، أصل وقت نومه جه. شرفت يا حسن. وبنشوف صابر بعد كده واقف مع الدكتور سميح اللي بيقوله أنا أول مرة أحضر مولد الحسين، بس حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. وبيجي واحد غريب يطلب صابر في موضوع، وبيقوله أنا اسمي سعيد ومحتاج مساعدتك، عندنا في البيت في أسوان بنسمع أصوات، ورحنا لشيوخ كتير لكن ولاد الحلال دلوني عليك. طلب صابر رقم تليفونه وقال له هبقى اكلمك بعد ما استخير ربنا، لكن الراجل قال له احنا محتاجينك في اسرع وقت. والدكتور سميح كمان قال له ما ينفعش تتأخر على فعل الخير، انا هبعت السواق بتاعي يوصل الجماعة بتوعك لحد البيت. وبعد كده بنشوف رحاب نازلة من عربيتها ورايحة عند المقابر وبتقرأ الفاتحة لابوها، لكن بيظهر ديب اسود مرعب وبينبش في الارض. اتخضت رحاب وبتفوق وتلاقي نفسها في العربية، وبتحكي لخالتها انها شافت كابوس. اما بقى صابر والدكتور سميح معاه في الطيارة علشان رايحين اسوان، وبيقول له اوعى تنسى تقول دعاء السفر، ربنا يزيد ايمانك يا دكتور. ونزلوا من الطيارة وبيركبوا مركب في النيل، ولما وصلوا البيت بدأ صاحب البيت يحكي له احنا قاعدين في البيت ده من 3 سنين، وبنسمع صوت صريخ عيلة صغيرة، بس مش صريخ عادي، صريخ يرعب بيهز قلوبنا. وبنسمع وقتها الصوت احنا كمان، وصابر بيسمعه بنفسه، وبيقول الدكتور سميح لصابر يكونش سحر. وبيسأله صابر عندكوا بنات صغيرة؟ قال له لا، بناتنا كلهم كبروا ومتجوزين. والصوت ظهر تاني وطلب صابر يدخل البيت بنفسه، وقال له سميح انا هستناك هنا، ادخل انت. ولما دخل صابر سمع صوت واحدة بتعيط في قلب البيت، وفضل يمشي علشان يدور على مصدر الصوت، وشاف طفلة واقفة في أوضة في ركن وبتقوله انت جاي تلحقني، انا كنت بصرخ وانادي عليك وادعي انك تيجي. قال لها وربنا استجاب لك، ايه بقى اللي حصل لك؟ قالت له مش هنا، ده في مكان تاني. ودخل اصحاب البيت وقالوا له هو انت بتكلم مين يا شيخ؟ احنا مفيش حد غيرنا في البيت ده. وكانت البنت واقفة وشكلها خايفة، وبيقول صابر لسعيد هو انت ليه ما قلتليش ان اخوك ياسر كان عنده بنت؟ قال له بس دي ماتت من زمان. قال له صابر ومين اللي قتلها؟ هتعرفوا دلوقتي لما نروح هناك. وبنشوفهم راكبين المركب مع بعض، والبنت ايدها في ايد صابر وتحت عينيها احمر، ما نعرفش هي من الجن ولا روح طيبة. وخدت صابر وطلعت في منطقة عشوائية لكن كان كلها ناس. وصلوا عند البيت وفتحوا الباب، ودخلت البنت ودخل معاها صابر وقال لهم خلوكوا هنا. فضلوا ماشيين جوه البيت
وصابر كان ماشي في حذر لحد ما وصلت البنت الأوضة ووقفت تبص على الأرض في مكان معين. وقف صابر في نفس المكان ده وقال لها: انت مدفونة هنا؟ قالت له: أيوة هنا تحت. وأول ما نزل صابر ابتسمت البنت وعينيها اسودت، ولما رفع وشه وبصلها وشافها في حالتها المرعبة دي اختفت، والمكان اتغير واتقفل. وفضل صابر يدور على مخرج لنفسه ملقاش، وفضل ينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكن لا مجيب. وشاف العلامة اللي في ايديه نورت وطلعت نار على علامة على الأرض، وبنشوف صابر طاير في الهوا وبيسند بإيديه على الأرض والعلامة بتصب النار وبتتغير شكلها، وفجأة الأرض بتتشق بعد ما صابر طار وخبط في الجدار، وبيخرج جن من تحت الأرض وبيقول له: شكرا يا صابر، وبيمشي. ووقتها الباب بيظهر في الأوضة وبيخرج صابر هو كمان من البيت، وبكده صابر قدر يحرر جن كان مدفون في الأرض من غير قصد، وبينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكنه مش لاقيهم ولا ليهم أثر، وفضل يلف حوالين المكان مش لاقي ولا إنسان، وكان ده هدفهم إن يجي يحرر لهم الجن بتاعهم. وفضل يلف ويلف كتير مش لاقي أي أثر لأي حد منهم، حتى المركب اللي كانت جابتهم مش لاقيها. وقتها تليفونه بيرن وبيرد على رحاب وبتقوله: الدكتور سميح هنا وجاي مخصوص علشان عزمنا على الغدا بكرة. قال لها: ازاي ده معايا هنا؟ قالت له: ده واقف قدامي اهو، وهو اللي موصلنا بعربيته بعد ما انت مشيت. قال لها سميح: هاتي هاتي. ورد على صابر وبيقول له: انت فين وسايبني؟ اسمع، انا عامل لكم كلكم عزومة عندي بكرة، ما تتعملش غير للحبايب يا صاحب العلامة يا بركتنا. قال له صابر: هو انت مش كنت معايا دلوقتي؟ عمل سميح نفسه مش سامعه وان الشبكة راحت، وفضل يقول: الو الو. وقال لرحاب: الاشارة عنده فيها حاجة. وفجأة بيبص صابر قدامه وبيلاقي عاصفة رهيبة من الرماد مقابلاه، وفي نفس الوقت بتيجي عند رحاب وسميح وبيقول لهم: ادخلوا انتوا جوه. وبيفضل هو واقف بره ومستمتع بالعاصفة اللي جاية، وصابر كمان واقف وبيشوف في خياله حرب بين المسلمين والجن، والجن بينتصر وبيفوق عشان يشوف مركب قدامه وبينادي: يا ريس. وقال له: أنا كنت جاي مع الحاج سعيد شعبان. قال له صاحب المركب: الله يرحمه من زمن، الأرض دي كلها مهجورة، أنت إيه اللي جابك هنا؟ محدش بيقرب لها من سنين. استغرب صابر وقال له: طب وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له: انا كنت بتدارى من العاصفة، تعال اركب معايا وصلك في طريقي. ولما وصله راح البيت عند الحاج سعيد وفضل يخبط على الباب ويقول: يا عابد يا سعيد. وبيجي واحد معدي وبيقول له: الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان. قال له: طب يا حاج، ما كنتوش بتسمعوا اصوات غريبة من البيت ده؟ قال له: ده البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيقرب له. ومشي. وبعدها صابر ركب تاكسي والسواق بيكلمه عن العاصفة اللي حصلت وبيقول له: لو عايزني اروحك احسن من الطيارة. قال له صابر: ربنا يسترها. وبنشوفه بعدها في الطيارة، والجن اللي كان خرجه من الارض جاله على شكل المضيف وقال له: من فضلك اربط الحزام. اتخض صابر ووقف في وشه لكنه رجع لهيئته من تاني، قعد مكانه وشافه قاعد وسط الركاب وكمان بينادي عليه، وشافه لابس كابتن الطيارة وكل شوية يشوفه في مكان. وبعدها بنشوف محرك الطيارة بيشتعل والناس بتصوت وتصرخ، وصابر نفسه خاف وبدأ يكح، والطيارة بتنزل وخلاص مفيش مفر لحد ما وقعت في المية. وبتخلص الحلقة على كده، وفي الحلقة الجاية بعد شوية قبل ما تتسحروا هنعرف ايه مصير الطيارة والركاب اللي فيها. لايك بقى للفيديو والسلام ختام. ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، وأهلا بيكم ورمضان كريم علينا وعليكم.
لو انت بقى حابب تتابع الفيديو اضغط لايك ودوس علامة الاشتراك وكمل، بس مش للآخر. اما لو انت مش بتحب الملخصات وعايز الحلقة الأصلية فمكانها مش عندنا. والبداية بنشوف صابر وبنشوف عربية الترحيلات اللي غالبا فيها هبة أخته، وبنشوفه وهو رايح عند مجمع المحاكم ومعاه خالته علشان يحضروا محاكمة هبة، وبيظهر وليد وبيختفي، وبتحضر منال وعبد الرازق، وفي شخصية كده منقبة ما نعرفش هي راجل ولا ست، وكمان حسن بيوصل. وبعد كده بنشوف واحد غريب شكله مريب اسمه الدكتور سميح، وبيقابل حد من أتباعه وبينحنيله لأن واضح إن هو الكبير بتاعهم، واضح كده إنهم الاتنين من الجن. وبيدخل المحكمة وكله بيعظم له، وصابر لما شافه حسه إنه مش إنسان وفضل قاعد قلقان. أما بقى هبة داخلة مع الأمن والأنظار كلها عليها، وبدأت الجلسة وحضر القضاء، ومع كل ضربة شاكوش من افتتاح الجلسة من القاضي بيحصل شرذ، وبتنفجر المحكمة بعد الضربة التالتة، وبتبدأ الحلقة بعد المقدمة المرعبة دي مع المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ونبدأ الأحداث. والبداية بحفلة في مولد الحسين، وصابر موجود هو والدكتور سميح، وزي ما تعودنا إن الحلقة الأولى دايما بدايتها بتكون أغنية جميلة، اسمعوها وهتعجبكوا. وبعد الأغنية بنشوف حسن وهو قاعد مع ابنه علي، وبتيجي منال وبتاخد الولد وبيقول لها عايزة تحرميني من الواد دي، ما كانش اتفقنا وقت الطلاق. قالت له ما اقدرش احرمك منه اصل وقت نومه جه. شرفت يا حسن. وبنشوف صابر بعد كده واقف مع الدكتور سميح اللي بيقول له انا اول مرة احضر مولد الحسين بس حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. وبيجي واحد غريب يطلب صابر في موضوع، وبيقول له انا اسمي سعيد ومحتاج مساعدتك، عندنا في البيت في أسوان بنسمع أصوات ورحنا لشيوخ كتير لكن ولاد الحلال دلوني عليك. طلب صابر رقم تليفونه وقال له هبقى أكلمك بعد ما استخير ربنا، لكن الراجل قال له احنا محتاجينك في أسرع وقت. والدكتور سميح كمان قال له ما ينفعش تتأخر على فعل الخير، أنا هبعت السواق بتاعي يوصل الجماعة بتوعك لحد البيت. وبعد كده بنشوف رحاب نازلة من عربيتها ورايحة عند المقابر وبتقرا الفاتحة لابوها، لكن بيظهر ديب اسود مرعب وبينبش في الارض. اتخضت رحاب وبتفوق وتلاقي نفسها في العربية، وبتحكي لخالتها انها شافت كابوس. اما بقى صابر والدكتور سميح معاه في الطيارة علشان رايحين اسوان، وبيقول له اوعى تنسى تقول دعاء السفر، ربنا يزيد ايمانك يا دكتور. ونزلوا من الطيارة وبيركبوا مركب في النيل، ولما وصلوا البيت بدأ صاحب البيت يحكي له احنا قاعدين في البيت ده من 3 سنين وبنسمع صوت صريخ عيلة صغيرة، بس مش صريخ عادي، صريخ يرعب بيهز قلوبنا، وبنسمع وقتها الصوت احنا كمان، وصابر بيسمعه بنفسه. وبيقول الدكتور سميح لصابر يكونش سحر، وبيسأله صابر عندكوا بنات صغيرة؟ قال له لا بناتنا كلهم كبروا ومتجوزين. والصوت ظهر تاني وطلب صابر يدخل البيت بنفسه، وقال له سميح انا هستناك هنا ادخل انت. ولما دخل صابر سمع صوت واحدة بتعيط في قلب البيت، وفضل يمشي علشان يدور على مصدر الصوت، وشاف طفلة واقفة في اوضة في ركن وبتقول له انت جاي تلحقني، انا كنت بصرخ وانادي عليك وادعي انك تيجي. قال لها وربنا استجاب لك، ايه بقى اللي حصل لك؟ قالت له مش هنا ده في مكان تاني. ودخل اصحاب البيت وقالوا له هو انت بتكلم مين يا شيخ؟ احنا مفيش حد غيرنا في البيت ده. وكانت البنت واقفة وشكلها خايفة، وبيقول صابر لسعيد هو انت ليه ما قلتليش ان اخوك ياسر كان عنده بنت؟ قال له بس دي ماتت من زمان. قال له صابر ومين اللي قتلها؟ هتعرفوا دلوقتي لما نروح هناك. وبنشوفهم راكبين المركب مع بعض، والبنت ايدها في ايد صابر وتحت عينيها احمر، ما نعرفش هي من الجن ولا روح طيبة. وخدت صابر وطلعت في منطقة عشوائية لكن كان كلها ناس. وصلوا عند البيت وفتحوا الباب ودخلت البنت، ودخل معها صابر وقال لهم خلوكوا هنا. فضلوا ماشيين جوه البيت، وصابر كان ماشي في حذر
لحد ما وصلت البنت الأوضة ووقفت تبص على الأرض في مكان معين. وقف صابر في نفس المكان ده وقال لها: انت مدفونة هنا؟ قالت له: أيوة هنا تحت. وأول ما نزل صابر ابتسمت البنت وعينيها اسودت، ولما رفع وشه وبصلها وشافها في حالتها المرعبة دي اختفت، والمكان اتغير واتقفل. وفضل صابر يدور على مخرج لنفسه ملقاش، وفضل ينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكن لا مجيب. وشاف العلامة اللي في ايديه نورت وطلعت نار على علامة على الأرض، وبنشوف صابر طاير في الهوا وبيسند بإيديه على الأرض، والعلامة بتصب النار وبتتغير شكلها، وفجأة الأرض بتتشق بعد ما صابر طار وخبط في الجدار، وبيخرج جن من تحت الأرض وبيقول له: شكرا يا صابر، وبيمشي. ووقتها الباب بيظهر في الأوضة وبيخرج صابر هو كمان من البيت، وبكده صابر قدر يحرر جن كان مدفون في الأرض من غير قصد. وبينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكنه مش لاقيهم ولا ليهم أثر، وفضل يلف حوالين المكان مش لاقي ولا إنسان، وكان ده هدفهم إن يجي يحرر لهم الجن بتاعهم. وفضل يلف ويلف كتير مش لاقي أي أثر لأي حد منهم، حتى المركب اللي كانت جابتهم مش لاقيها. ووقتها تليفونه بيرن وبيرد على رحاب وبتقوله: الدكتور سميح هنا وجاي مخصوص علشان عزمنا على الغدا بكرة. قال لها: ازاي ده معايا هنا؟ قالت له: ده واقف قدامي اهو، وهو اللي موصلنا بعربيته بعد ما انت مشيت. قال لها سميح: هاتيه هاتيه. ورد على صابر وبيقوله: انت فين وسايبني؟ اسمع، انا عامل لكم كلكم عزومة عندي بكرة، ما تتعملش غير للحبايب يا صاحب العلامة يا بركتنا. قال له صابر: هو انت مش كنت معايا دلوقتي؟ عمل سميح نفسه مش سامعه وان الشبكة راحت، وفضل يقول: الو الو. وقال لرحاب الاشارة عنده فيها حاجة، وفجأة بيبص صابر قدامه وبيلاقي عاصفة رهيبة من الرماد ما قبلاه، وفي نفس الوقت بتيجي عند رحاب وسميح وبيقول لهم: ادخلوا انتوا جوه. وبيفضل هو واقف بره ومستمتع بالعاصفة اللي جاية، وصابر كمان واقف وبيشوف في خياله حرب بين المسلمين والجن، والجن بينتصر وبيفوق عشان يشوف مركب قدامه وبينادي: يا ريس. وقال له: أنا كنت جاي مع الحاج سعيد شعبان. قال له صاحب المركب: الله يرحمه من زمن، الأرض دي كلها مهجورة، انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش بيقرب لها من سنين. استغرب صابر وقال له: طب وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له: انا كنت بتدارى من العاصفة، تعال اركب معايا وصلك في طريقي. ولما وصله راح البيت عند الحاج سعيد، وفضل يخبط على الباب ويقول: يا عابد يا سعيد. وبيجي واحد معدي وبيقول له: الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان. قال له: طب يا حاج، ما كنتوش بتسمعوا أصوات غريبة من البيت ده؟ قال له: ده البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيقرب له. ومشي. وبعدها صابر ركب تاكسي والسواق بيكلمه عن العاصفة اللي حصلت وبيقول له: لو عايزني أروحك أحسن من الطيارة. قال له صابر: ربنا يسترها. وبنشوفه بعدها في الطيارة، والجن اللي كان خرجه من الأرض جاله على شكل المضيف وقال له: من فضلك اربط الحزام. اتخض صابر ووقف في وشه لكنه رجع لهيئته من تاني، قعد مكانه وشافه قاعد وسط الركاب وكمان بينادي عليه، وشافه لابس كابتن الطيارة وكل شوية يشوفه في مكان. وبعدها بنشوف محرك الطيارة بيشتعل والناس بتصوت وتصرخ، وصابر نفسه خاف وبدأ يكح، والطيارة بتنزل وخلاص مفيش مفر، لحد ما وقعت في المية. وبتخلص الحلقة على كده، وفي الحلقة الجاية بعد شوية قبل ما تتسحروا هنعرف ايه مصير الطيارة والركاب اللي فيها. لايك بقى للفيديو، والسلام ختام. ده ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة. وأهلا بيكم، ورمضان كريم علينا وعليكم.
لو انت بقى حابب تتابع الفيديو اضغط لايك ودوس علامة الاشتراك وكمل، بس مش للآخر. اما لو انت مش بتحب الملخصات وعايز الحلقة الأصلية فمكانها مش عندنا. والبداية بنشوف صابر وبنشوف عربية الترحيلات اللي غالبا فيها هبة أخته، وبنشوفه وهو رايح عند مجمع المحاكم ومعاه خالته علشان يحضروا محاكمة هبة، وبيظهر وليد وبيختفي، وبتحضر منال وعبد الرازق، وفي شخصية كده منقبة ما نعرفش هي راجل ولا ست، وكمان حسن بيوصل. وبعد كده بنشوف واحد غريب شكله مريب اسمه الدكتور سميح، وبيقابل حد من أتباعه وبينحني له لأنه واضح إن هو الكبير بتاعهم، واضح كده إنهم الاتنين من الجن. وبيدخل المحكمة وكله بيعظم له، وصابر لما شافه حسه إنه مش إنسان وفضل قاعد قلقان. أما بقى هبة داخلة مع الأمن والأنظار كلها عليها، وبدأت الجلسة وحضر القضاة، ومع كل ضربة شاكوش من افتتاح الجلسة من القاضي بيحصل شرذ، وبتنفجر المحكمة بعد الضربة التالتة، وبتبدأ الحلقة بعد المقدمة المرعبة دي مع المداح الجزء الرابع أسطورة العودة، ونبدأ الأحداث. والبداية بحفلة في مولد الحسين، وصابر موجود هو والدكتور سميح، وزي ما تعودنا إن الحلقة الأولى دايما بدايتها بتكون أغنية جميلة، اسمعوها وهتعجبكوا. وبعد الأغنية بنشوف حسن وهو قاعد مع ابنه علي، وبتيجي منال وبتاخد الولد وبيقول لها عايزة تحرميني من الواد دي، ما كانش اتفقنا وقت الطلاق. قالت له ما أقدرش أحرمك منه أصل وقت نومه جه. شرفت يا حسن. وبنشوف صابر بعد كده واقف مع الدكتور سميح اللي بيقوله أنا أول مرة أحضر مولد الحسين بس حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. وبيجي واحد غريب يطلب صابر في موضوع، وبيقوله أنا اسمي سعيد ومحتاج مساعدتك، عندنا في البيت في أسوان بنسمع أصوات ورحنا لشيوخ كتير لكن ولاد الحلال دلوني عليك. طلب صابر رقم تليفونه وقال له هبقى اكلمك بعد ما استخير ربنا، لكن الراجل قال له احنا محتاجينك في اسرع وقت. والدكتور سميح كمان قال له ما ينفعش تتأخر على فعل الخير، انا هبعت السواق بتاعي يوصل الجماعة بتوعك لحد البيت. وبعد كده بنشوف رحاب نازلة من عربيتها ورايحة عند المقابر وبتقرا الفاتحة لابوها، لكن بيظهر ديب اسود مرعب وبينبش في الارض. اتخضت رحاب وبتفوق وتلاقي نفسها في العربية، وبتحكي لخالتها انها شافت كابوس. اما بقى صابر والدكتور سميح معاه في الطيارة علشان رايحين اسوان، وبيقول له اوعى تنسى تقول دعاء السفر ربنا يزيد ايمانك يا دكتور. ونزلوا من الطيارة وبيركبوا مركب في النيل، ولما وصلوا البيت بدأ صاحب البيت يحكي له احنا قاعدين في البيت ده من 3 سنين وبنسمع صوت صريخ عيلة صغيرة، بس مش صريخ عادي، صريخ يرعب بيهز قلوبنا، وبنسمع وقتها الصوت احنا كمان، وصابر بيسمعه بنفسه. وبيقول الدكتور سميح لصابر يكونش سحر، وبيسأله صابر عندكوا بنات صغيرة؟ قال له لا بناتنا كلهم كبروا ومتجوزين. والصوت ظهر تاني وطلب صابر يدخل البيت بنفسه، وقال له سميح انا هستناك هنا ادخل انت. ولما دخل صابر سمع صوت واحدة بتعيط في قلب البيت، وفضل يمشي علشان يدور على مصدر الصوت، وشاف طفلة واقفة في أوضة في ركن وبتقول له انت جاي تلحقني انا كنت بصرخ ونادي عليك وادعي انك تيجي. قال لها وربنا استجاب لك، ايه بقى اللي حصل لك؟ قالت له مش هنا ده في مكان تاني. ودخل اصحاب البيت وقالوا له هو انت بتكلم مين يا شيخ؟ احنا مفيش حد غيرنا في البيت ده. وكانت البنت واقفة وشكلها خايفة، وبيقول صابر لسعيد هو انت ليه ما قلتليش ان اخوك ياسر كان عنده بنت؟ قال له بس دي ماتت من زمان. قال له صابر ومين اللي قتلها؟ هتعرفوا دلوقتي لما نروح هناك. وبنشوفهم راكبين المركب مع بعض، والبنت ايدها في ايد صابر وتحت عينيها احمر، ما نعرفش هي من الجن ولا روح طيبة. وخدت صابر وطلعت في منطقة عشوائية لكن كان كلها ناس. وصلوا عند البيت وفتحوا الباب ودخلت البنت، ودخل معاها صابر وقال لهم خلوكوا هنا. فضلوا ماشيين جوه البيت، وصابر كان ماشي في حذر
لحد ما وصلت البنت الأوضة ووقفت تبص على الأرض في مكان معين. وقف صابر في نفس المكان ده وقال لها: انت مدفونة هنا؟ قالت له: أيوة هنا تحت. وأول ما نزل صابر ابتسمت البنت وعينيها اسودت، ولما رفع وشه وبصلها وشافها في حالتها المرعبة دي اختفت، والمكان اتغير واتقفل. وفضل صابر يدور على مخرج لنفسه ملقاش، وفضل ينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكن لا مجيب. وشاف العلامة اللي في ايديه نورت وطلعت نار على علامة على الأرض، وبنشوف صابر طاير في الهوا وبيسند بإيديه على الأرض، والعلامة بتصب النار وبتتغير شكلها، وفجأة الأرض بتتشق بعد ما صابر طار وخبط في الجدار، وبيخرج جن من تحت الأرض وبيقول له: شكرا يا صابر، وبيمشي. ووقتها الباب بيظهر في الأوضة وبيخرج صابر هو كمان من البيت، وبكده صابر قدر يحرر جن كان مدفون في الأرض من غير قصد. وبينادي على الدكتور سميح والحاج سعيد لكنه مش لاقيهم ولا ليهم أثر، وفضل يلف حوالين المكان مش لاقي ولا إنسان، وكان ده هدفهم إن يجي يحرر لهم الجن بتاعهم. وفضل يلف ويلف كتير مش لاقي أي أثر لأي حد منهم، حتى المركب اللي كانت جابتهم مش لاقيها. وقتها تليفونه بيرن وبيرد على رحاب وبتقوله: الدكتور سميح هنا وجاي مخصوص علشان عزمنا على الغدا بكرة. قال لها: ازاي ده معايا هنا؟ قالت له: ده واقف قدامي اهو، وهو اللي موصلنا بعربيته بعد ما انت مشيت. قال لها سميح: هاتيه هاتيه. ورد على صابر وبيقول له: انت فين وسايبني؟ اسمع، انا عامل لكم كلكم عزومة عندي بكرة، ما تتعملش غير للحبايب يا صاحب العلامة يا بركتنا. قال له صابر: هو انت مش كنت معايا دلوقتي؟ عمل سميح نفسه مش سامعه وان الشبكة راحت، وفضل يقول: الو الو. وقال لرحاب: الاشارة عنده فيها حاجة. وفجأة بيبص صابر قدامه وبيلاقي عاصفة رهيبة من الرماد ما قبلاه، وفي نفس الوقت بتيجي عند رحاب وسميح وبيقول لهم: ادخلوا انتوا جوه. وبيفضل هو واقف بره ومستمتع بالعاصفة اللي جاية، وصابر كمان واقف وبيشوف في خياله حرب بين المسلمين والجن، والجن بينتصر وبيفوق عشان يشوف مركب قدامه وبينادي: يا ريس. وقال له: انا كنت جاي مع الحاج سعيد شعبان. قال له صاحب المركب: الله يرحمه من زمن، الارض دي كلها مهجورة، انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش بيقرب لها من سنين. استغرب صابر وقال له: طب وانت هنا بتعمل ايه؟ قال له: انا كنت بدارة من العاصفة، تعال اركب معايا وصلك في طريقي. ولما وصله راح البيت عند الحاج سعيد، وفضل يخبط على الباب ويقول: يا عابد يا سعيد. وبيجي واحد معدي وبيقول له: الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان. قال له: طب يا حاج، ما كنتوش بتسمعوا أصوات غريبة من البيت ده؟ قال له: ده البيت ده مهجور من سنين ومحدش بيقرب له. ومشي. وبعدها صابر ركب تاكسي والسواق بيكلمه عن العاصفة اللي حصلت وبيقول له: لو عايزني أروحك أحسن من الطيارة. قال له صابر: ربنا يسترها. وبنشوفه بعدها في الطيارة، والجن اللي كان خرجه من الأرض جاله على شكل المضيف وقال له: من فضلك اربط الحزام. اتخض صابر ووقف في وشه لكنه رجع لهيئته من تاني، قعد مكانه وشافه قاعد وسط الركاب وكمان بينادي عليه، وشافه لابس كابتن الطيارة وكل شوية يشوفه في مكان. وبعدها بنشوف محرك الطيارة بيشتعل والناس بتصوت وتصرخ، وصابر نفسه خاف وبدأ يكح، والطيارة بتنزل وخلاص مفيش مفر، لحد ما وقعت في المية. وبتخلص الحلقة على كده، وفي الحلقة الجاية بعد شوية قبل ما تتسحروا هنعرف ايه مصير الطيارة والركاب اللي فيها. لايك بقى للفيديو، والسلام ختام.